في بروكسل والاحتفالات في بروكسل. ومجدي يوسف النهارده كان المفروض مجدي يكون معانا على الهواء بعد شويه، ولكن مجدي نتيجه لتغيرات الطقس والظروف الصعبه جدا في بروكسل يعني لم يتمكن انه يبقى معانا على الهواء. قال لي طبعا الجو قلب فجاه، وبالتالي مجدي عمل لنا تقرير سريع من بروكسل زي ما احنا بنتابع بروكسل الليله واستعداداتهم كمان. واحد من اشهر ميادين في العاصمه البلجيكيه، الالاف منتظرين طبعا، ولكن يبدو ان سوء الاحوال الجويه طبعا والطقس الصعب جدا ان ربما اربك هذه الاحتفالات شويه. نتابع مجدي يوسف واحتفالات ايضا بروكسل. مشاهدي برنامج على مسؤوليتي في كل مكان، كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد سعيد عليكم كلكم، وسنة جديدة يا رب بالخير على مصر كلها. احنا موجودين مع حضراتكم النهاردة في ميدان الجرام بلاس، اكبر واشهر ميادين اوروبا على الاطلاق. بعد ساعات قليلة سيبدأ هنا الاحتفال برأس السنة الميلادية. هذا المكان الذي ربما لا يتسع لاكثر من 20,000 شخص قد يمتلئ باكثر من 50,000 شخص احتفالا بأعياد الميلاد. على بعد أمتار قليلة من هذا المكان سيكون المركز لإطلاق الألعاب النارية. الناس كلها هتقعد في الميدان وهتتفرج على الألعاب النارية من هذا المكان. المكان في الحقيقة عليه تأمين كبير جدا، ولا يدخل إلى هذا الميدان أي شخص إلا بعد الخضوع إلى تفتيش، وتفتيش دقيق جدا، خوفا من حدوث أي أعمال شغب أو اي اعمال ارهابية. كمان البوليس هنا في بروكسل قال انه ممنوع على اي شخص وبصورة فردية استعمال الالعاب النارية، والا سيخضع للغرامة وايضا للمحاكمة. اللي شايفينه حضراتكم ورايا على طول دوت مبنى بلدية بروكسل، وجنب المبنى زي برضو ما حضراتكم شايفين شجرة عيد الميلاد، وهي شجرة طبيعية اتعودت بروكسل ان هي تجيبها من الدول الاسكندنافية وتحطها في هذا الميدان وتفضل موجودة حتى الانتهاء من كافة احتفالات أعياد الميلاد. مرة تاني بقول لحضراتكم كل سنة وانتم بخير، وكل سنة ومصر كلها بخير، وهسيب حضراتكم تستمتعوا بعرض ضوئي على جدران مبنى بلدية بروكسل. سيبدأ بعد ثواني قليلة هذا العرض، دائما ما يبدأ قبل احتفالات أعياد الميلاد وتعودت عليه بروكسل كل عام. مرة تانية كل سنة وحضراتكم بخير. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد.